انا عندي تذاكر. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية في هذه الصورة التي يبدأ بها منتخبنا الأخضر السعودي أول مبارياته في بطولة الخليج في مباراته الأولى أمام المنتخب العراقي في مواجهة قوية ومواجهة من المتوقع أنها تكون مثيرة في هذه المباراة في افتتاحية وخاتمة الجولات الأولى في بطولة كأس الخليج خليجي 21. المنتخب السعودي باللون الأبيض والمنتخب العراقي باللون الأخضر على عكس ما كان عليه في المباراة المثيرة الأخيرة التي جمعت المنتخبين
حينما تقابلا في أندونيسيا 2007. الآن الأبيض السعودي والأخضر موجود مع العراقي، لكن بإذن الله اليوم يكون يوم جميل ويوم فوز للمنتخب السعودي ولهذه الجماهير التي ملأت المدرجات في ملعب خليفة بمدينة عيسى، ملأت المدرجات في هذا الملعب الذي يتسع فقط 15,000 متفرج ونفس العدد وأكثر خارج الملعب حاضر لدعم الأخضر السعودي. بالتوفيق لأخضرنا في الانطلاقة وفي هذا الحضور. لحكم المباراة فيكتور كاساي، الحكم المجري الذي يدير هذه المباراة الأجنبي الأول. ضربة البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي محدثكم أحمد خالد النفيسة، وإن شاء الله البداية والانطلاقة لأخضرنا لنتيجة إيجابية الآن مع بداية الأولى مع سعود كريري. أخضرنا كما يمكن وصل للجميع التشكيلة، لكن نعيدها لما هو واضح الآن رسميا بوجود سلطان البيشي كظهير أيمن، أسامة وأسامة قلوب دفاع، المولد وهوساوي، وفي يسار منصور الحربي، كريري ومعتز الموسفي المحور، في الأطراف في فهد المولد الشاب والشاب الآخر اللي معاه الكرة، سالم الدوسري، ناصر الشمراني، ياسر القحطاني الكابتن. تشكيل أخضرنا في مباراة اليوم. خطأ لصالح المنتخب العراقي الذي يلعب اليوم بالحراسة، 22 نور صبري، 4 خلدون إبراهيم، 15 علي رحيمة، و14 سلام شاكر، 3 علي بهجت، 8 سيف أحمد، 23 وليد سالم، همام طارق رقم 11، علاء الزهرة 17، 9 أحمد ياسين، والكابتن يونس محمود في رأس الحربة. الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. المنتخبين فيهم من الأسماء القوية والخبيرة، وأيضا من الأسماء الشابة التي تدخل في التشكيلة الأساسية. سلام شاكر المدرب الذي يأتي خلفا لزيكو الذي استقال في المنتخب العراقي. العراق لديها أمال في تصفيات كأس العالم في مجموعتها، والمنتخب السعودي نعلم أنا يركز بشكل كبير على بناء أسماء والاستفادة من الأسماء الشابة ممزوجة بالخبرة، ويفكر بشكل جدي وبإذن الله في لقب هذه البطولة قبل الاستحقاق القادم في تصفيات كأس آسيا. كرة ملعوبة الآن، منصور الحربي يلعب كرة أمامية، ناصر الشمراني في محاولة أمامية، لكن إبعاد من الدفاعات، الكرة إلى خارج أرضية الملعب لمدافع المنتخب العراقي اللي أمامنا هنا، اللاعب أحمد إبراهيم خلف مدافع المنتخب العراقي، والكرة هنا إلى رمية تماس لصالح المنتخب السعودي. فاز المنتخب الكويتي على المنتخب اليمني، وبالتالي هذه المواجهة القوية ننتظر المتفوق فيها. وأخضر الآن في هجوم مع منصور الحربي، يلعب الكرة لسالم الدوسري، يلعب كرة أمامية باتجاه المرمى، لكن بسيطرة الحارس الخبير نور صبري. المدرب سلام شاكر أعاد هذا الحارس بعد استبعاد لفترات مع زيكو، والكرة الآن تأتي ليونس محمود، والكرة الطول إلى خارج أرضية الملعب. طبعا المنتخبين تقابلا في الدمام قبل بطولة آسيا 2011 في الدمام في مباراة ودية، ولكن قبل ذلك كآخر مباراة رسمية جمعت المنتخبين كانت طبعا في المباراة الشهيرة في 2007. ضربة زاوية لصالح المنتخب العراقي، حاضر معها اسم قادم اللي هو أحمد ياسين، هي المنتخب العراقي في أول المحاولات، يلعب كرة على القائم الأيمن، رأسية عراقية يتابعها وليد عبد الله، ورأسية كريري إلى خارج أرضية الملعب. رأسية كريري إلى خارج أرضية الملعب يا ستار، أول الكرات مع المنتخب العراقي لرأسية كريري إلى ضربة زاوية. الدقائق الأولى ورهبة قوية للمنتخبين، مباراة ديربي، مباراة مثيرة تاريخية. ضربة الزاوية الأخرى الآن قادمة للمنتخب العراقي، وحكم المباراة المجري فيكتور كاساي من الحكام المميزين ومن الحكام اللي أدار عديد المباريات في دوري أبطال أوروبا. أحمد ياسين يلعب الكرة على القائم الأول، محاولة العراقية، تعود أحمد ياسين مرة ثانية، يلعب العرضية، تأتي رأسية الآن مبعدة من معتزي، تأتي المنتخب السعودي، السرعة اللي يرغب بها ريكارد، اللي يرغب بها ريكارد، تأتي الكرة الآن، حضور جماهيري وكأنك تلعب في السعودية. هذه كرة ملعوبة، فيها خطأ لناصر، خطأ لناصر، خطأ لناصر، واضح الكرة الشد، وبالتالي فيكتور كاساي الحكم الأجنبي أو الأجنبي نقول طبعا مو خليجي في هذه البطولة، واضحة ما فيها كلام، اللقطة الماضية وبالتالي خطأ لصالح المنتخب السعودي. أتمنى عودة للسيطرة على الكرة كما كان مع الثواني الأولى، نلعب فقط في 4 دقائق لسه، والأجواء مشحونة، أجواء جماهيرية و استحقاق رسمي منتظر.
واستحقاق رسمي وقوي. إذا مشاهدينا ننتقل الآن للزميل في البحرين لاستكمال التعليق الزميل جعفر على أرضية الملعب. لاعب مصاب على أرضية الملعب، حتى المباريات الماضية اللي أقيمت قبل هذه المباراة اليوم في مواجهة جرت على نفس هذا الملعب، المنتخب الكويتي لم يكن يعني أمام المنتخب اليمني أمام صيد سهل. نعم انتهت المباراة بفوز المنتخب الكويتي بهدفين، وبالتالي أصبح حتى المنتخب اليمني يشكل هاجس على هذه المجموعة، المجموعة الثانية اللي تضم بجانب الكويت اليمن العراق والسعودية. حكيم شاكر من حقق الإنجازات مع المنتخب العراقي على مستوى درجة الشباب، وصل معهم إلى نهائي آسيا، وصل معهم الآن إلى نهائي كأس العالم الذي سيقام إن شاء الله في 2013 في تركيا. حكيم شاكر الأسماء كلها، الأسماء الشابة اللي موجودة معاه هي تدرجت على يديه كل الأسماء الشابة في المنتخب العراقي. أسامة المولد يلعب كرة طويلة، ناصر الشمراني طويلة عليه، تغطية عليه من سلام شاكر، عدت إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. ركلة مرمى هذا المدافع أحمد إبراهيم من الأسماء الشابة اللي كانت تلعب مع حكيم شاكر. أكيد من يكون قلق على هذه المباراة هو فرانك ريكار، لأنه هو مطالب بالانتصار، مطالب بمثل هذه الأسماء اللي موجودة معاه في المنتخب السعودي، والجماهير السعودية اللي أيضا تعمل الضغط على المدرب، تعمل ضغط على اللاعبين لأجل أن تكون هذه البطولة الرابعة على مستوى بطولات الخليج. ما هي سهلة أبدا بطولات الخليج، أنتوا عارفين العامل فيها عامل نفسي أكثر من عوامل فنية. ما تشوفون واحد من الأسماء المرشحة ويجي ياخذ البطولة، ياما وياما من الأسماء. عدنان إبراهيم يلعب كرة، سيف سلمان كرة مقطوعة، نقلة سعودية ممتازة، محاولة من سالم راحت هناك إلى على الطرف الأيسر، نقلة من منصور الحربي طويلة وعالية. المباراة ما راح تكون سهلة أبدا من المنتخبين، أنتم عارفين أن مباريات المنتخب السعودي ومباريات المنتخب العراقي تكون دائما فيها الإثارة، دائما تكون فيها الندية، تحضر فيها اللمحات، تحضر فيها الأهداف، تحضر فيها كل ما تنتظره في كرة القدم. في خطأ، خطأ هذا فهد المولد في التدخل مع همام طارق، واحد من الأسماء الشابة أيضا اللي يقدمها المنتخب العراقي. وعلى فكرة دورات الخليج على مسارها وعلى بطولاتها من 42 سنة وهي تقدم الأسماء أولا على مستوى الخليج، ثم يبرز على مستوى آسيا، ثم بعد ذلك على وصوله إلى كأس العالم. نتذكر الكويت وما قدمت من الأسماء في 82، بعد المنتخب الإماراتي، بعدها المنتخب السعودي والمنتخب العراقي. كرة منقولة، محاولة، سيف سلمان عراقية، يونس محمود بلمسة، نقل على الطرف لكن تغطي برافو من أسامة المولد، عدت كورته، عدت إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس. رمية تماس لمصلحة المنتخب العراقي. هذا من الأسماء اللي نقول عليها خبرة، يعني ما هو متقدم أسامة المولد بالعمر لكن من الأسماء الخبيرة الثقيلة على مستوى خط الدفاع، ومن الأسماء اللي ما يمكن يستغني عنها أي مدرب يجي على المنتخب السعودي. علي عدنان، يونس محمود قائد الفريق بعد ما أبعد عن المنتخب العراقي في فترة، رد مع الحكيم شاكر بعد ما عاد أيام زيكو، وأنتم عارفين الخلافات اللي جرت مع الاتحاد العراقي ومع زيكو، أبعد بعض الأسماء، حتى حكيم شاكر المدرب العراقي الحالي الآن أبعد. وين قصي منير؟ وين نشأة أكرم؟ وين الأسماء الخبيرة في المنتخب العراقي؟ كلها أبعدها، يبدأ بالأسماء الشابة. دورات الخليج دائما هي أسماء تكتشفها. كرة منقولة للأمام في محاولة لكن عدت، فهذا المولد تغطي عليه، اصطدت فيه إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس. ما في حتى البعض اللي قاعد يخمن يقولك أن النهائي يصل بين المنتخب الفلاني والمنتخب، أبدا، لأن اليوم العامل كله في عيون هذه الجماهير اللي وصلت من المنطقة الشرقية، اللي وصلت من الرياض، اللي وصلت من القصيم، اللي وصلت حتى من المنطقة الغربية، من كل أنحاء المملكة وصلت، من الأحياء ومن الأماكن القريبة، من الدمام ومن الخبر ومن الأحساء، كلها على باصات حافلات خاصة كانت وصلت اليوم، بالرغم من أن طلابنا اليوم يمرون بمرحلة الاختبارات. سعود كريري أصيب في مباراة الأرجنتين وغاب تلك الفترة كلها، وعاد في مباريات مع الاتحاد. سعود كريري، وليد عبد الله، سعود كريري مرة ثانية يلعب كرة طويلة. حتى الآن الاثنين اللي عليهم المعول، اللي عليهم الفلاشات الكبيرة في المنتخبين، في منتخبنا الوطني ياسر القحطاني قائد الفريق،
في مواجهة قائد الفريق الآخر يونس محمود. تتذكرون 2007 أحسن لاعب آسيوي كان ياسر القحطاني، ومن كان في ذلك المنصة يومها كان يونس محمود، كان الغائب عن هذا اللقاء نشأة أكرم، ما هو موجود في قائمة المنتخب العراقي. رمية التماس، فرانك ريكارد المدرب الهولندي يمكن يكون على ذكرى آخر بطولة حققها المنتخب السعودي مع فاندرليم. أنتم عارفين أن المنتخب السعودي منتخبنا الوطني حقق 3 مرات، آخر مرة على يد الهولندي. هذا فيها خطأ، فيها خطأ نعم للمنتخبنا الوطني، خطأ لمنتخبنا الوطني على الطرف الأيمن لمصلحة فهد المولد بعد تدخل قوي من أحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم المدافع الشاب صاحب 21 سنة يرتكب خطأ. ياسر القحطاني قائد الفريق، شايفين التدخل القوي، والأجسام العراقية طبعا هي أقوى من الأجسام السعودية. أنت شايفين منذ زمان، تذكرون الأسماء العراقية ناطق هاشم، عدنان درجال، الأسماء اللي كانت تمتلك البنية القوية الجسمانية على مستوى الكرة العراقية. خطأ، وياسر القحطاني قائد المنتخب السعودي. ياسر القحطاني بعد غياب عن المباراة في آخر مباراة لعبها مع المنتخب الوطني كانت من أمام استراليا، بعد خروج المنتخب السعودي من على يد استراليا من تصفيات من نهائيات كأس العالم. نشوف ياسر القحطاني راح يلعب الخطأ ويدور له على أسامة المولد. إذا تقدم أسامة في الكرات العالية دائما دائما أسامة المولد يكون حاضر في مثل هالمواقف. ياسر القحطاني ينتظر، ياسر يلعبها، ياسر لعبها، لعبت بالرأس لكن تغطية على أسامة المولد، ردت للخلف، لعبت سلطان البيشي، لعبها طويلة، محاولة. بدأ المنتخب السعودي الآن يستلم كور، بدأ المنتخب السعودي يتحسس أجزاء. 11 دقيقة مرت من شوط المباراة الأول ولا زال التعادل حتى الآن. على فكرة في 6 لقاءات الماضية ما بين المنتخبين ما حضر أي لقاء فيه تعادل أبدا، كل 4 انتصارات للمنتخب العراقي، 2 انتصارين لمنتخبنا الوطني، ما في ولا تعادل. معنى ذلك أن التعادل في دورات الخليج للمنتخبات ما تحضر، لكن عارفين أن أقصى نتيجة تحصل عليها المنتخب السعودي من العراقي هي في الدورة الخامسة، في الدورة الرابعة في قطر، يومها كان انتصر المنتخب العراقي 7 أهداف مقابل هدف 1. خطأ لمصلحة المنتخب العراقي، خطأ. الكل قاعد ينتظر إلى بداية تكون ساخنة، الجماهير السعودية اللي في المدرجات، الناس اللي خلف الشاشات كلها تنتظر اليوم أن يكون الأخضر السعودي، أن يكون صقورنا الخضر في هذه المواجهة، حضورهم يكون أفضل من المرات الماضية. منقولة داخل منطقة الجزاء، ملعوبة طويلة وعالية وصلت سهلة إلى يد وليد عبد الله. برافو وليد عبد الله، وليد عبد الله قدم مباراة كبيرة جدا من أمام أصدقاء ميسي المنتخب الأرجنتيني، يومها قدم كل اللمحات الفنية الممكنة لحارس المرمى. اللعبة اتخلصت على الطرف الأيمن، خطيرة للمنتخب العراقي. يونس محمود يلعب كرة في محاولة عراقية داخل منطقة الجزاء، تحولت لكن برافو أسامة المولد، تغطية جميلة جدا، الهجمة المرتدة يحاول فيها ناصر، استلام من ناصر، انطلاقة من ناصر الشمراني، واحد من الأسماء اللي ما تغيب عن الشباك ناصر الشمراني، 4 مرات هداف للدوري السعودي. نعم هذا الموسم لم يكن عنده عامل التسجيل كبير، لكنه لا يغيب كثير ناصر الشمراني عن الأهداف. سلام شاكر اللاعب اللي يلعب في الدوري القطري، سلام شاكر لعب للخور القطري في سنوات، واحد من الأسماء اللي اعتمد عليها نادي الخور القطري. نور صبري راح الإسماعيلي على فكرة في 2009، نور صبري الحارس صاحب 28 سنة، حتى نور صبري على فكرة غاب 2 سنة عن المنتخب العراقي وعاد بعد ذلك، بعد يمكن خلاف جرى مع المدرب الماضي مع المنتخب العراقي، وبالتالي نور صبري من بطولة العرب اللي في المملكة عاد. النقلت على الطرف الأيمن، محاولة النقلت داخل منطقة الجزاء، السيطرة في محاولة، همام طارق رد كرة، سيف سلمان يلف يلعب كرة طويلة على الطرف الأيمن لكن عدت إلى خارج الملعب وإلى رمية التماس. هذا ظهير وليد سالم اللي تقدم، وهذا همام طارق، هذه من الأسماء اللي تلعب مع هذا المدرب واللي نشأت مع هذا المدرب من درجة الشباب إلى درجة الأولمبي وإلى نهائيات كأس العالم في تركيا في 2013. بعد 6 أشهر راح يشارك فيها المنتخب العراقي إن شاء الله. وليد عبد الله حارس المرمى، وليد عبد الله يطلب من زملاء التقدم، يطلب من لاعبين منتخبنا التقدم للأمام. المنتخب السعودي بحاجة إلى هدف مع بداية شوط المباراة الأول،
نعم في ثغرات واضحة على مستوى الدفاع المنتخب العراقي، وشاهدنا ذلك على مستوى المباراة الأخيرة الودية مع المنتخب التونسي في آخر مواجهات المنتخب العراقي، لما خسر المنتخب العراقي 2-1. اللعبة سلام شاكر، أبعد كرة إلى وليد سالم، كريري، كرات خاطئة في وسط الملعب منقولة للأمام، أسامة إلى حارس المرمى وليد عبد الله. المنتخب السعودي في أول إنجاز له كان في الإمارات في البطولة رقم 12 في خليجي 12، وعلى يد من؟ محمد الخراشي المدرب الوطني. وبعد ذلك الإنجازات توالت بعد ذلك في المملكة العربية السعودية في 15 خليجي 15 كانت على يد الوطني ناصر الجوهر، بعد ذلك الهولندي فاندر ليم كان آخر بطولة وهو الرجل الهولندي. اليوم جعل الدور على رجل هولندي آخر فرانك ريكارد عليه المعول الكبير، خاصة أن الشارع السعودي بأكمله إعلاميين جماهير متابعين، الكل يغلي في انتظار عودة للمنتخب السعودي، عودة للمستويات الكبيرة اللي يقدمها الأخضر السعودي من خلال المباريات ووصوله إلى نهائيات كأس العالم 4 مرات. للذكرى فقط على المنتخب السعودي أن يتذكر ذلك الزمن الجميل وأن يسعد جماهيره من خلف الشاشات والجماهير اللي حضرت في ملعب خليفة هنا في البحرين. إلى خارج الملعب، تغطية من همام طارق عدت إلى خارج الملعب وإلى رمية التماس. سلطان البيشي يلعب رمية التماس، نقلة في وسط الملعب، همام طارق مرة ثانية، نقلات. شايفين انتوا اخر لقاء كان جمع المنتخبين وين؟ في المملكة العربية السعودية، جمعهم في بطولة العرب، وعلاء الزهرة هو من سجل الهدف الوحيد انتهت للمنتخب العراقي. كانت البطولة اقيمت في مدينتي جدة والطائف، يومها كان علاء الزهرة اللي حاضر في مباراة اليوم، اللي يلعب جنبا لجنب اللاعب الخطير اللي يلعب مع يونس محمود في المقدمة. يعني كل اليوم تشوفون السلاح الموجود عند المدربين وين؟ كل على مستوى الهجوم، ما حد قاعد يفكر في نقطة التعادل، الكل يقول أن هذه المباراة فقط هي من توصلنا إلى الأدوار المتقدمة، بل أنه خطوة يعني كبيرة لأنك توصل للنصف نهائي. تمريرة يونس محمود، 65 مباراة دولية ليونس محمود، 29 سنة، 33 هدف ليونس محمود، هذا هو قائد الفريق، اللاعب اللي الآن يلعب مع نادي الوكرة القطري بعد ما كان هو الهداف الموسم ما قبل الماضي في الدوري، دوري نجوم قطر مع الغرافة. هذا الموسم سجل 6 أهداف مع نادي الوكرة القطري. خطأ لمصلحة المنتخب العراقي. المنتخب العراقي حضر من الدورة الرابعة في الدوحة، والحقيقة يوم حضور المنتخب العراقي الشقيق ارتفعت المستويات، كانت التحدي قائم موجود ما بين المنتخب الكويتي في البداية مع المنتخب العراقي، دخل المنتخب السعودي والإماراتي وتطورت حتى على مستوى المنتخبات من كان يتذكر عمان في بداياتها إلى وصولا إلى المستويات. خطأ للمنتخب العراقي، كرة طويلة، جول أول للمنتخب العراقي، هدف أول لأسود الرافدين، من اللي طلع المدافع سلام شاكر سجل كرة وحط الكرة، الهدف الأول للمنتخب العراقي، هدف أول لأسود الرافدين. اللعبت بشكل سريع واللعبت ما بين المدافعين، طلع سلام شاكر المدافع اللي طلع وغير اتجاه الكرة، قائد الفريق سلام شاكر لعب الكرة وما في مراقبة أبدا، ما في مراقبة، شاف اثنين طلع بعدين متأخر أسامة المولد، سجل المنتخب العراقي أول أهدافه في هذه المواجهة، سجل سلام شاكر الهدف الأول للمنتخب العراقي. وشايفين الفرحة لحكيم شاكر المدرب المنتخب العراقي بالهدف الأول اللي سجله سلام شاكر. هذا هو سلام شاكر، 26 سنة، لاعب بنية الجسمانية قوية والإمكانيات، ويا ما سجل مع فريقه في دوري نجوم قطر مع فريق الخور، سجل أهداف كثيرة معه، وبهذه الطريقة وبنفس الطريقة هو عند الارتقاء عالي والتمركز جيد. لكن طبعا المنتخب السعودي عليه أن يفكر أول في العودة في المباراة من خلال شوط المباراة الأول. معتز ياسر القحطاني يلعب كرة للأمام، كرة منقولة، همام طارق تراجع، لعب كرة، على فكرة الأعمار الصغيرة في المنتخب العراقي، نعم يمكن التجانس ما هو موجود،
لكن في أعمار على 20-21 سنة، أسماء كلها مثل الحركة اللي عملها أيضا مهدي علي المدرب الوطني الإماراتي على الأسماء اللي موجودة معه. كرة منقولة تخلصت من علي عدنان لكنها عدت إلى خارج الملعب وإلى رمية تمس. هذا عدنان علي لاعب المنتخب العراقي من الأسماء الشابة. فرانك ريكارد يعني ما كان يتوقع دخول الهدف الأول في مرمى بهذه الطريقة. التغطية الدفاعية، كرة منقولة للأمام، هذه لعبة بالرأس تحولت لكنها سهلة وصلت إلى نور صبري، سهلة إلى نور صبري. طويلة، سعود كريري يلم كورته، سلطان البيجي على الطرف الأيمن، محاولات سعودية، العراق يتقدم، ملعوبة للأمام، كرة منقولة، محاولة منقولة ولكن عدت إلى خارج الملعب وإلى ركلة زاوية. ركلة زاوية، ركلة زاوية، ركلة زاوية لمصلحة المنتخب السعودي. سالم يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، تحولت، من يكمل لكن عدت مرة ثانية، محاولة، سعود يلعب كرة على الطرف، منصور الحربي يلعب كرة طويلة وعالية، محاولة داخل منطقة الجزاء، الأخضر يضبط في الدقائق هذه، يحاول يمر من الأول، يحاول يعدي لكن يرتكب خطأ، خطأ على لاعب المنتخب السعودي، خطأ على فهد المولد. أول لقاء جمعهم كنا في بطولة الخليج الرابعة 7-1، وفي البطولة الخامسة اللي قيمت في بغداد واللي أخذ بطولتها العراق، لأن العراق مثل السعودية عنده ثلاث بطولات، عنده ثلاث بطولات، الخامسة أخذها المنتخب العراقي، وبعد ذلك السابعة أخذها المنتخب العراقي، والتاسعة في المملكة العربية السعودية أخذها المنتخب العراقي، عنده ثلاث بطولات على مستوى بطولات كأس الخليج. هداف، أنتم عارفين مين الهداف اللي عنده، واحد من الأسماء اللي موجودة عنده أحمد راضي من الأسماء الشهيرة على مستوى التهديف في بطولات الخليج. رمية التماس، فهد حاول يلعب كرة، همام طارق لكن طالت كورته، عدت إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. سعود كريري يلعب كرة، سعود كريري على الطرف، أسامة هوساوي، منصور الحربي، تمريرات سعودية، يبدأ يهدي المنتخب السعودي، يبدأ يفكر في بناء هجمة لمنصور الحربي لكن عدت كورته إلى خارج الملعب. محاولة مرة ثانية، المنتخب السعودي يبدأ بكرته للخلف، أسامة المولد يبدأ كرة سعودية، يحاول ياسر القحطاني يمرر كرته على الطرف، محاولة سعودية ممتازة جدا من سلطان، اللعبة بالرأس وإلى خارج الملعب، جميلة جدا، جميلة من ناصر الشمراني، جميلة من الزلزال بعد ما لعبها سلطان البيشي في مكان جميل، لكن عدت الكرة إلى خارج الملعب وإلى ركلة. هذه أخطر كرة سعودية، أخطر كرة سعودية لعبها ناصر الشمراني، لعبها ولكن عدت إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. ركلة مرمى يعني يبدأ يهدد ياسر القحطاني، يبدأ يهدد ناصر الشمراني، يبدأ يتحرك فهد المولد، يبدأ يكون من الخلف سعود كريري، يبدأ سالم يتحرك، وبالتالي أعتقد أن المنتخب السعودي بهذه الطريقة يستطيع أن يوصل إلى شباك نور صبري. نور صبري يلعب كرة طويلة، إلى خارج الملعب، رمية التماس للمنتخب العراقي اللي يتقدم حتى الآن في شوط المباراة الأول على منتخبنا الوطني بهدف مقابل لا شيء. عدنان إبراهيم على الزهرة، عدنان إبراهيم يلعب كرة إلى يونس محمود، أوصلت سهلة إلى يد
وليد عبد الله. سالم مرة ثانية سعودية، تمريرة سعود كريري يلعب كرة للأمام في محاولة لكن عدت أسامة هوساوي، خلص الكرة. سالم الدوسري انطلق، سالم يمر من الأول يغير الاتجاه، جميلة جدا على الطرف الأيمن، محاولة سلطان البيشي، فهد المولد ينتظر التمريرة، خذوا هذا لكنها ما اكتملت. سيف سلمان ياخذ في وسط الملعب. شوف اليوم حتى خلدون ابراهيم لاعب المنتخب العراقي، اللاعب المؤثر في وسط الملعب مخليه عند حكيم شاكر مع البدلاء. يلعب كرة عدنان ابراهيم، يلعب كرة لكنها عدت الى خارج الملعب والى رمية التماس. رمية التماس للمنتخب العراقي. عدنان ابراهيم يلعب رمية التماس. ياسر القحطاني، سلام شاكر ضغط عليه، كريري يحاول يمرر، ينطلق، يحتاج المنتخب السعودي يتحرك من غير كرة. يمر، ممتازة جدا، منصور انطلق، مرة الكرة جميلة جدا لكن ما فيها تفاهم، ما فيها تفاهم، ما توقع الكرة ناصر الشمراني في اللقطة الماضية، كرة منقولة مع خطأ محتسب لمنتخبنا الوطني، خطأ على وليد سالم، خطأ على وليد سالم، فيكتور كاساي الحكم المجري لآخر مقاد في الدوري السعودي في مباراة الشباب والأهلي 2-2 في دوري زين السعودي. هذا الخطأ، هذا التدخل الأخير مع فهد المولد. خطأ للمنتخب السعودي. الأخضر السعودي يقترب مع كرة خطيرة على الطرف الأيسر، في كرة لعبت بشكل جيد في شوط في بداية المباراة. هذه كرة منقولة داخل منطقة الجزاء، لعبت في محاولة لكن تخلصت، ردت مرة ثانية. همام طارق يلعب كرة، لاعب مهاراته عالية، همام طارق انطلق يحاول يسيطر، سيطر على كرته بالفعل بحركة جميلة. عدنان إبراهيم للخلف، صاحب الهدف سلام شاكر، نور صبري عاد مع الحراس العراقيين، تتذكر فتاح نصيف وتتذكر الحارس الأبرز على مستوى الكرة السعودية رعد حمودي، واحد من الأبرز الأسماء اللي يعني أنجبتهم دورات الخليج وعرفتنا بهم دورات الخليج، هو رعد حمودي وفتاح نصيف من الأسماء الكبيرة جدا على مستوى حراسة المنتخب العراقي. محاولة سعودية عدت إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية التماس. أربعة وتسعين مباراة لعبها المنتخب السعودي على مستوى البطولات في دورات الخليج، واليوم يلعب المباراة رقم 95، لكن المنتخب الكويتي اليوم أكمل المباراة رقم 100 في دورات الخليج. هذا كرة ناصر مررها في محاولة تغطية خاطئة، برافو برافو، كرة ملعوبة بشكل خاطئ من وليد سالم لكن أبعدت إلى خارج الملعب وإلى ركلة زاوية، كانت خطيرة على المنتخب العراقي، لعبها ناصر لكن كان وليد سالم أبعد الكرة بشكل خاطئ، أبعدها نور صبري، وبالتالي المنتخب الأخضر ما هو بعيد أبدا عن الشباك، ما هو بعيد، يحتاج إلى شوي تركيز للوصول إلى مرمى نور صبري. يلعب كرة، يلعبها داخل منطقة الجزاء، من يكمل؟ وكرير يكمل للخلف، اللعبة كريري يلعب كرة، طالع نور صبري من مرمى وبتوقيت سليم، خبرة طويلة خبرة عريضة، لعب في 2009 على فكرة مع الإسماعيلي المصري في الدوري المصري ومع مس كرمان الإيراني، لعب في الدوري الإيراني. هذه كرة منقولة لكنها عدت إلى خارج الملعب. البطولات كلها العشرين الماضية توزعت بالنصف لزعيمها وهو المنتخب الكويتي اللي حقق انتصار قبل هذه المباراة بعشر ألقاب، يعني نص الألقاب راحت للمنتخب الكويتي بعشر انتصارات، ثلاثة منها بعد ذلك للمنتخب السعودي، ثلاثة للمنتخب العراقي، لقبين راحوا للمنتخب القطري، لقب لعمان ولقب للإمارات. لكن ما يحسب للمنتخبين اللي أمامنا هو أن خلنا نتابع الهجمة، هذه كرة منقولة للأمام، تغطية
سعود فهد المولد حاول ينطلق تمريرة جميلة ممتازة لكن تعثر فيها لاعب المنتخب السعودي ردت مرة ثانية في وسط الملعب عدت إلى خارج الملعب ما يحسب للمنتخبين أن العراق يعني حقق هذه البطولة حققها في بغداد وفي خارج بغداد المنتخب السعودي حققها في الرياض وخارج الرياض وحققها آخر مرة في الكويت حققها في الإمارات لكن المنتخبات المتبقية عمان حققها في عمان والإمارات حققها في الإمارات وقطر حققها مرتين في قطر عاد الكويت هو الحالة الخاصة لدينا في بطولات الخليج وهو من حصل على هذه البطولة بالرقم الأعلى والرقم الأكبر هذا الهدف اللي اللعبة مشتركة ما بين سلام شاكر وما بين اللاعب العراقي والاثنين يعني ما في واحد في مدافع متابع إلا في آخر اللحظات تدخل أسامة المولد لكن بعد وين بعد ما لعبها سلام شاكر براسه وحط أول أهداف المباراة في هذا اللقاء اللقاء اللي احنا كنا نتكلم عنه المنتخب المشاركة رقم 20 على فكرة هي المشاركة الوحيدة اللي مشارك فيها المنتخب السعودي هي البطولة العاشرة في الكويت هي الوحيدة مع المنتخب العراقي أيضا مشارك في تلك البطولة في البطولة العاشرة في الكويت هذا حكيم شاكر صاحب 49 سنة اللعبة علاء الزهرة كرة مقطوعة منقولة على الطرف الأيمن البيشي سلطان يلعب كرة طويلة شوف المنتخب السعودي بدأ يلعب الكرات الطويلة وما أدري ريكارد يعني شوية ما أدري أنا ما توقعت أنه يلعب بالاثنين اليوم لكن عاد تقول تفكير المدرب أراء المدرب الرؤية الفنية تبقى لفرانك ريكارد نبقى ننتظر فقط على نهاية المباراة ما يحققه نجوم الأخضر السعودي سعود كريري حاول يمرر تمريرة لناصر يحاول يعدي من الأول ناصر الشمراني اتخلصت الكرة من أمامه يرتكب خطأ ناصر الشمراني خطأ حتى من الأسماء اللي موجودة لديه فرانك ريكارد في المنتخب السعودي عنده يحيى الشهري عيسى المحياني عنده إبراهيم غالب سلمان الفرج وتيسير الجاسم وحسين المقهوي الأسماء اللي موجودة عنده بالإضافة إلى حارس المرمى الشرحيلي وعبد الله العواشير هذا الأسماء البديلة اللي موجودة عند فرانك ريكارد من يسأل لكن هذا الأسماء المدرب كل المتبقية عنده في الأسماء هي الأسماء الشابة اللي موجودة واحد من الأسماء يمكن تكون قادمة عنده هو حمادي أحمد اللاعب البديل اللعبة اتخلصت أسامة المولد تغطية من أسامة المولد عدت كورته إلى خارج الملعب وإلى رمية التماس يونس محمود ذكرياته في 2007 عندما حمل الكأس من جاكرتا وعلى يعني من أمام المنتخب السعودي في 2007 بهدفه اللي سجل بالرأس في تلك المباراة تحمل له ذكرى يقول يوم حكيم شاكر سنعيد ذكريات 2007 بينما ريكارد يقول نحن نعيش ضغوط كبيرة من الإعلام السعودي هذا اللي صرح فيه فرانك ريكارد قبل بداية الدورة اللعبة عدنان إبراهيم تغطية وخطأ خطأ على همام طارق يبقى جاسم يعقوب على مستوى الأهداف 18 هدف على مستوى دورات الخليج كلها جاسم يعقوب بعد ذلك ماجد عبد الله وحسين سعيد اللاعب العراقي أيضا من قدم أفضل الهدافين من المنتخب السعودي حسين سعيد وماجد عبد الله على مستوى الأهداف في دورات الخليج من المملكة العربية السعودية يبقى جاسم يعقوب هو فارق عنهم بهدف واحد انقلت اتخلصت محاولة سعودية تمريرة لكنها عدت في وسط الملعب نقلات أبدا في بعض الكرات يعني أحيانا يعني ما تلقى فيها عملية التفاهم معتز الموسى ناصر الشمراني في الكرات الماضية فهد المولد أبدا ما تلقى فيها حتى جزء من التفاهم وبالتالي ارتكب خطأ معتز الموسى في وسط الملعب خطأ لمصلحة المنتخب العراقي للخلف سلام شاكر عدنان إبراهيم مرة ثانية إلى سلام شاكر نقلات عراقية يهدي اللعب يبدأ يعود الكرة إلى حارس المرمى نور صبري الحارس الخبير يلعب كرة للأمام بالرأس اللعبة ورايا وتسلل
رايه وتسلل. الطاقم اليوم على فكره كله الطاقم مجري مع فيكتور كاساي مع جابور ايروز ومع روبورت كيسبال، هذا الحكام الثلاثه في مباراه اليوم. وحكيم شاكر يعني يبي يعيد ايام الراحل عمو بابا اللي حقق الانتصارات الثلاثه مع المنتخب العراقي. شايفين الجماهير الحاضرة اللي بعضها جالس يتأمل حتى أن المنتخب السعودي يعود للمباراة بعد ما يتأخر بهدف مقابل لا شيء. كرة منقولة للأمام ومحاولة راية وبالفعل تسلل بالفعل راية سليمة. يونس محمود على فكرة كان أخذ الخطوات اللي كان موجود وبالتالي راية وتسلل. أسامة المولد هوساوي يمرر كرة، معتز الموسى ينقل كرة يمرر فهد المولد مر من الأول لكن تعثر في الثانية، رد مرة ثانية حاول يلعب كرة. شوف الآن الضغط على المستحوذ عند الكرة، شوف نقلة للأمام مع كشف حالة من التسلل مع خطأ يحتسبه حكم المباراة. في خطأ مطالبة في خطأ لعلي حسين الرحيمة. شايفين اليوم علي حسين الرحيمة اللي عرفناه كلاعب مدافع، اليوم حكيم شاكر يعطيه وظائف في وسط الملعب، يعطي انه يلعب في وسط الملعب. علي حسين الرحيمة اللي احترف في الدوري القطري وولي سنوات وما زال حتى الان يلعب في الدوري القطري وبالتالي هو يلعب مع الوكرة. اللعبة كرة منقولة، اللعبة خلصت من امام سالم، همام طارق للخلف، عدنان ابراهيم يلعب كرة داخل منطقة الجزاء اصطدت، حكم المباراة ما يشوف فيها خطأ، سالم يتخلص يلعب كرة لكن إلى خارج الملعب وإلى رمية التمس. حتى الآن شوط ما هو إيجابي لمنتخبنا الوطني، لا على مستوى الطريقة ولا على مستوى اللعب ولا على مستوى النتيجة، ما هو شوط إيجابي إطلاقا. يمر يحاول سالم لكن عدت كرته إلى خارج الملعب وإلى رمية التمس. سالم الدوسري للخلف، سلطان يلعب كرة لكنها عدت إلى خارج الملعب إلى رمية التمس. هل يصلح ريكارد ما تم فعلا نقول في شوط المباراة الأول إلى الشوط الثاني يتغير؟ أعتقد أنه ذلك ممكن في مباراة الكونغو الودية اللي لعبها ريكارد في الأحساء، نتذكر أنه كان متأخر بهدفين، بعد ذلك غير أوراقه بل غير طريقته بل غير نهجه بل غير قناعاته في شوط المباراة الثاني ولعب هذه كرة منقولة للأمام ممتازة جدا على الطرف للمولد، يحاول يمر من الأول مولد مر الكرة الطويلة. اللمسة الأخيرة أصبحت مشكلة عندنا في منتخبنا الوطني، اللمسة الأخيرة المرور جيد، مرة يمر ناصر ومرة فهد المولد، لكن أكيد الرقابة بتكون على وين؟ حتكون على يونس محمود في الطرف وعلى ياسر القحطاني. اللعبة شوف مان تو مان، أسامة المولد ظل ليونس محمود وأكيد هناك سلام شاكر في مراقبة رجل لرجل مع ياسر القحطاني وبالتالي تبقى الأدوار عند فهد المولد وتبقى الأدوار. هو يمكن ريكارد فكر على هذه المسألة أن ياسر القحطاني لو لعب وحيد راح يكون مراقب وبالتالي فتح المسافة إلى ناصر الشمراني، فتح إلى المولد ليلعب بحرية أكثر. اللعبة أسامة المولد ينتظر أسامة، معتز الموسى إلى أسامة مرة ثانية للخلف وبالتالي أعتقد بالطريقة هذه المنتخب السعودي راح يفقد كرته بشكل سهل. هذه كرة منقولة للأمام أوصلت سهلة إلى وليد عبد الله اللي تركها إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. ركلة مرمى عندما تنتهي 1-0 يمكن في 27 لقاء التاريخي اللي جمعهم يمكن الأكثر ما حضر في المباريات هو 1-0 سواء في المباريات الرسمية أو المباريات الودية، كان آخرها في لقاء ودي في الدمام قبل سنتين وبرأسية يونس محمود انتهى اللقاء بهدف مقابل لا شيء. ياسر القحطاني اللي تراجع ليأخذ له كرة، يلعب كرة للأمام لكن من الصعب جدا أن يكون ناصر الشمراني وحيد أمام 4 من المدافعين. عدت إلى خارج الملعب وإلى رمية التمس. شوط
ليس في الحسبان أبدا للمنتخب السعودي، ليس أبدا خلنا نقول على النسيان لمنتخبنا الوطني في شوط المباراة الثاني. على أقل تقدير للنداءات الكبيرة كانت الجماهير السعودية الحاضرة من كل مكان، من المنطقة الشرقية ومن المنطقة الوسطى والغربية ومن القصيم، من كل مكان جاءت لتساند المنتخب السعودي. وبالتالي أعتقد يستحق كل من حضر أن تعاد إليه البسمة من جديد بعدما فقدها. تعرفين أن آخر بطولة حققها هو في 2003 المنتخب السعودي على مستوى الخليج، هي بطولة خليج 16. أسامة المولد، همام طارق، منقول علي حسين رحيمة، سيف سلمان، لكن هجمة مرتدة ممتازة يقودها ناصر الشمراني، أخذها لعبة لفهد المولد، انطلق فهد، انطلق فهد، صوب صوب، الله الله، هذا الأخطر، هذا الأخطر، هذا الأخطر يا ريكارد، لعبها بشكل، شايفين السرعة تكسب، شايفين المهارة تكسب. ناصر الشمراني بعد ما أخذها سعود كريري وقطعها سعود كريري، اللمسة الثانية من ناصر، اللمسة الثالثة من المولد، لكن لعبها بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى برافو، لكن قرب الأخضر، صحيح ما هو مقنع لكن قرب مع كرة تكون هي الأخضر في المنتخب السعودي، هي الأكثر وضوح للمنتخب السعودي في ثلاث كرات، كريري ناصر وبعد ذلك فهد المولد، في ثلاث كرات كانت هي الأسرع. معنى ذلك أن المنتخب السعودي منتخبنا الوطني لا يلعب الكرة السريعة. منقولة، محاولة على الطرف الأيمن، تغطية دفاعية من منصور الحربي إلى خارج الملعب وإلى ركلة زاوية، ركلة زاوية، هذا منصور الحربي، أسماء لأول مرة تلعب في بطولة الخليج وتحفر أسماءها، وكل من هذه الأسماء يبي يطلع على أقل تقدير أنه واصل للأدوار الثانية بعد ذلك يفكر في الوصول إلى البطولة. ركلة زاوية، شايفين إحصائيات الركلات الزاوية للمنتخب السعودي، كرة منقولة، ترى من الكرات الثابتة سجل المنتخب العراقي، الهجمة المرتدة فيها السرعة، منقولة، ناصر اللمسة الثانية، المولد حاول يستلمها لكن بشكل خاطئ، خطأ، خطأ على ناصر الشمراني. هذا الكرة لأحمد ياسين اللاعب لروبيرو السويدي، هو لاعب محترف على فكرة، في من اللاعبين المهاجرين، من اللاعبين اللي لعب وهو صغير في الدوري السويدي، يلعب في الدوري الممتاز السويدي في روبيرو السويدي، هناك هو أحمد ياسين صاحب الرقم 9 في المنتخب العراقي. منقولة، المولد خلصها بعد ما عدت من أسامة هوساوي على الطرف الأيسر، منصور الحربي، منصور الحربي يتحصل على خطأ من أمام يونس محمود، اللعبة ناصر الشمراني، تغطية عليه، سيف سلمان، نقلة على الطرف الأيمن، محاولات عراقية، نقلة على الطرف، لعبة للأمام لكنها سهلة، عدت إلى خارج الملعب وإلى رمية تماس لمصلحة منتخبنا الوطني. العراق طبعا يلعب هذه البطولة ومع هذا المدرب، البعض يقول أن حكيم شاكر هو بعد زيكو المدرب البرازيلي، وبعد الخلافات يقولون أن هذا المدرب راح يكون هو مدرب مؤقت مع المنتخب العراقي، لكن إذا ما حقق نتائج إيجابية، خاصة أن المنتخب العراقي سيكون عنده استحقاقات قادمة، وأنتم عارفين أن ثلاثة من المنتخبات الخليجية المشاركة هي تلعب في التصفيات النهائية في المؤهلة نهائيات كأس العالم. عمان من المنتخبات، عندنا المنتخب العراقي هو يلعب التصفيات النهائية في المؤهلة نهائيات كأس العالم. انطلاق هناك عند منصور الحربي على الطرف الأيسر، يأخذ له كرة، ينتظر، يوقف على كورته، يغير مع فهد، يوصل في وسط الملعب، سعود كريري يلعب كرة، ينقلها هناك على الطرف الأيسر، سيطرة سعودية، نقلات، تمريرات، لكن اللمسة الأخيرة أصبحت مشكلة عندنا بالمنتخب السعودي. هذه كرة سريعة ما فيها تسلل بالفعل، راح معاها يونس محمود، ما عنده أحد يكون بالخلف، وبالتالي وصل اثنين من أسامة هوساوي، ومحاولة تصويبه من يونس محمود، لكن برافو، برافو أسامة هوساوي، لاعب أندرلخت البلجيكي السابق، لاعب النادي الأهلي السعودي الحالي، يلعب كرة، يلعب كرة، استلام سالم الدوسري، لكن تغطية عليه وخطأ على سالم الدوسري، اعتقد ان فيكتور كاساي
راح يعطيه سالم الدوسري بطاقة صفراء. هذا التدخل الأخير وفيكتور كساي الحكم المجري أعطى سالم الدوسري بطاقة صفراء. لاعب مصاب على أرضية الملعب. أنتم عارفين أن المنتخب العراقي يلعب التصفيات مع المنتخب السعودي في مجموعة واحدة. التصفيات الآسيوية القادمة هي المنتخب العراقي والأندونيسي والمنتخبنا الوطني والمنتخب الصيني المؤهلة بعد ذلك. سيكون 15 لقائنا مع المنتخب العراقي مرة ثانية. وهذه انطلاقة الأخطر لفهد المولد اللي انطلق ولكن عدت كورته إلى خارج الملعب. المنتخب العراقي عنده مهمة ثانية وهي الأهم للمنتخب العراقي وهي التصفيات اللي بجانب المنتخب العماني والعراقي والياباني وأستراليا. وبالتالي المنتخب العراقي الآن يحتل المركز الثالث بعد المنتخبين الياباني والأسترالي. اللعبة سالم الدوسري لكن عدت كورته إلى خارج الملعب. سالم يسيطر على كورته. خلاص دقيقة واحدة على نهاية شوط المباراة الأول ودقيقتين. هذا نواف شكرا للحكم الرابع. دقيقتين وقت بدل ضايع فيكتور كساي احتسبهم في شوط المباراة الأول. أسامة هوساوي منقولة للأمام. شوط الثاني يجب أن يفكر ريكارد أكثر. يجب أن يكون حتى من اللاعبين أنفسهم يكون التركيز أكثر. تكون حتى العبء الكبير يكون على اللاعبين على خبرة بعض اللاعبين. أسامة المولد، أسامة هوساوي، وليد عبد الله، سعود كريري، ياسر القحطاني، ناصر الشمراني. الأسماء اللي عليها المعول الخبرة اللي لعبت في مناسبات مع المنتخب السعودي. هذا اليوم يكون وقت اللاعب في مثل هالمواقف. منقولة. سلطان البيشي يسيطر على كورته. سعود كريري، معتز أمامه، بالفعل لعبها لمعتز. سعود كريري، المنتخب السعودي يحضر، يفتح على خانات ممكن يدخل على داخل. منقولة، محاولة منصور، لعبها جميلة جدا داخل منطقة الجزاء في محاولة لا زالت وأمام أنظار فيكتور كساي اللي يقول ما فيها شيء. نقلة للأمام، راية وتسلل، راية وتسلل على يونس محمود. يبدو أن شوط المباراة الأول أعتقد أنه ينتهي على هذه النتيجة إلا إذا كان للسعودي المنتخب أن يكون له كلمة فاصلة قبل نهاية الفاصل. اللعبة محاولة داخل منطقة الجزاء، فيها خطأ، خطأ لكن خارج منطقة الجزاء. فهد المولد لاعب مزعج تماما، فقط عليه أنه يكون واحد متواجد معاه داخل منطقة الجزاء. من الصعب سيف سلمان أو لاعبين المنتخب العراقي أن يتمكنون إلا بارتكاب خطأ على النجم القادم فهد المولد، واحد من أصغر اللاعبين في البطولة على رقم عمره 19 سنة ورقم اللي يحمله هو 19 سنة. أعتقد ستكون الفرصة الأخيرة لمنتخبنا الوطني إذا أراد العودة إلى المباراة من هذه الدقيقة تحديدا. خطأ لمنتخبنا الوطني. ياسر القحطاني أمام خطأ. اللاعبين العراقيين أطول لكن عندنا أسامة المولد. في فيكتور كساي يقول وقف. فيكتور كساي يتكلم مع اللاعبين. أسامة المولد، يونس محمود داخل منطقة الجزاء. الحوار اللي موجود، شايفين اللقطة الماضية، في حوار بالفعل مع أسامة المولد ويونس محمود قائد الفريق وقائد أسود الرافدين في هذا اللقاء. خطأ ياسر القحطاني والجماهير السعودية كلها واقفة على دقيقة وكأنها نهاية المباراة. فيكتور كساي يقول لا خلاص، يبدو أنه في بطاقة صفراء خلاص. يقول تكلمنا مرة والثانية راح تكون مع البطاقة الصفراء. يهدي فيكتور كساي يقول حتى بعد ذلك نهاية شوط المباراة الأول. شايفين أسامة المولد في الاحتكاك مع يونس محمود في اللقطة الأخيرة. فيكتور كساي بالفعل خلاص تكلم مرة والثانية بالبطاقة الصفراء. يونس محمود أسامة المولد والخطأ. ياسر القحطاني راح يلعب الخطأ. ياسر القحطاني لعبها، خلصها نور صبري، لعبها مباشرة في المرمى ياسر القحطاني على صافرة فيكتور كساي. سيداتي أنساتي سادتي، معلنة شوط المباراة الأول بتقدم الشقيق المنتخب العراقي بهدف سلام شاكر
مقابل لا شيء للأخضر السعودي. بمشيئة الله تعالى يكون للأخضر السعودي وقفة، يكون لريكارد كلمة، يكون لرجال الأخضر بعد ذلك كلمة في شوط المباراة الثاني، لأن ما قدم في شوط المباراة الأول لم يكن مقنع على الإطلاق، لم يكن مقنع. نتمنى ذلك أن يكون الحوار أجمل للمنتخب السعودي في شوط المباراة الثاني. تقبلوا تحياتي بعد ذلك الكلمة للزملاء في الاستديو التحليلي. إلى اللقاء.